بلدنا مصر. اما بالنسبه لعدد السياح اللي بتنزل مصر هيحسب على مين، احنا ما بنعدش هي مين لا احنا في الاخر بنقول ده كله ده خير لمصر. احنا مش عاملين هذه الحمله علشان اقول انا جبت كام لمصر او انا عملت ايه. انا رجل اعمال مقيم بالخارج، لا علاقه لي تماما بال الاشياء الاخرى في 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 مصر، غير ان انا عاوز اخدم بلدي. ليس لي اي اهداف ولا ان انا اقول انا جبت او حطيت، مفيش الكلام ده خالص. انا بحط ايدي في ايد وزاره السياحه، في ايد اي انسان واي مواطن مصري مخلص عاوز يساعد بلده، احنا بنساعده بكل ما نملك، لان ده في الاول وفي الاخر الخير لمصر. ثانيا، احنا مش هنشوف سياده الرئيس بيبذل هذا الجهد الخارق لما شفناه في الصين. الراجل ما بينامش، بيقابل كل الجهات، بيحاول يحسن مستوى معيشة الفرد بكافة الطرق، واحنا كرجال اعمال وقادرين احنا نعمل حاجة وما نعملهاش. استحالة اي واحد مصري مواطن شريف شرب من نيل هذا البلد، استحالة ان هو يقدر يمنع اي خير يقدر يقدمه البلد ما يقدموش. ده من وجهة نظري خاصة. فاحنا مش هنقول مين بقى اللي جاب ومين اللي ما جابش، دي الجزء اللي تاني. نخش على جزئية الطيران. بالنسبة قبل ما اطلع بس منها، مشاركة وزارة السياحة طبعا هم يعني برضو دي وزارة ودي ناس عندها بروتوكولات وناس عندها مواعيد، مش اي وقت انا ادعيهم لازم يحضروا. انا مقدر هذا الكلام، انا برضو فاهم كويس جدا معالي الوزير ممكن ما يكونش فاضي، ممكن ما يكون. طبعا بنقدر جهوده في رفع السياحة وبنقدر جهود الجميع. احنا بس بنقوله نحاول كلنا نمشي في لين واحد او في خط واحد بحيث ان احنا نخدم هذا البلد. ده اللي انا يعني المفروض نركز عليه. بالنسبه للطيران الصيني، ده طبعا طيران مؤمن جدا 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 وشغال في السوق الداخلي الصيني، واصلا بيطير عندهم ما بين مدينتين ومدينتين في 7 ساعات، يعني هو اوريدي بيطير 7 ساعات. فاكيد قبل ما نتعاقد على صفقه زي دي في خبراء من يعني عالميين هم بيشتغلوا حاجات، ناس فنيين بقى، ده شغل ناس فنيين يقدروا هم يختاروا الكلام في النقطه دي. احنا بس يعني نقدر احنا بنجيب الناس وهم ينقلوا. الجزء الثالث، مين اللي هيستقبل الشركات هنا؟ طبعا دوت الجزئيه دي مع سياده اللواء محمد نجم، وهو المسؤول عن الجزئيه دي في الحمله، ان هو طبعا بينسق مع الشركات المصريه المتواجده في مصر على استقبال للسياح القادمين من الصين. في البدله علشان يبين لكم ما مدى اهتمامه بهذه الحمله اللي هو بيقول من عنده بس من الغرفه التجاريه سيحقق هذه المليونيه وليس 350 الف فقط. وبيعدكم بذلك وبيقول لكم عدوا وراه من النهارده بعد سنه مقدمه ان شاء الله. يا ريت نسقف بس بعد اذنكم. شيشينا شكرا جزيلا. شكرا بصراحه كده انا شايفاها في الرئيس بس. الاداره الجيده يا ريت تكون في الحكومه. انا لما وصلت الصين تعيد للمؤتمر دعم المليون سائح صين لمصر، لبيت الدعوه ورحت. بصراحه كده يعني انا زعلت لان ما كانش فيه التمثيل الجيد لمصر هناك، يعني كان